زينب، مع انتهاء عام وبداية عام جديد أكيد بتنرسم ملامح بدايات هي العام مليئة بالإيجابيات والحظوظ، كيف فينا نستقبل العام بطاقة إيجابية وشو مخبيلنا عام 2018 من حظوظ بجميع مجالات الحياة واستفسارات أيضا تانية رح نتابعها سوا مع ضيفتنا يسرى يوسف أخصائية فلك وأبراج. صباح الخير ست يسرى. صباح الخير. كل عام وانت بخير. صباحكم وانتم بخير ان شاء الله، تنعاد عليكم وعليك يا رب سوريا والجيش العربي السوري بكل خير يا رب. امين. كل عام وانت بالف خير. عن جديد يعني كل الانظار هلا متوجهه لتوقعات العام الجديد، شو بتخبرينا عن توقعاتك؟ بتحبوا اول شيء نحكي عن البلد؟ اكيد، لانه بيخصنا بتخصنا طبعاً. البلد اكثر من انفسنا. في كثير انتصارات للجيش العربي السوري، وهي انا مو شطاره مني لانه فعلا في انجازات، شيء ملموس على الارض. اي طبعا، بس في تحرير لكافه المناطق او مساحات سوريا كلها ان شاء الله، في طرد لعصابات مسلحه، في اثبات وجود للحكومه اكثر بكل الاماكن اللي كان مسيطر عليها، وفي نهضه نوعيه رح يصير عنا بالبلد، وفي شيء بيحكي عن اذا بقول لك انه خطوات متسارعه رح تصير او بلمح البصر، بتقولي لي هذا كله بده يصير فترة، بقول لك بده فترة خلال شهرين، وخاصة من شباط وما بعده في إعادة أعمار، في انتعاش بالاقتصاد السوري رح يصير إن شاء الله. يعني في شغلات إيجابية عن جد حلوة كتير، ونتمنى أنها تصير بإذن الله إن شاء الله يا رب. يعني دائما نحن عنا هذا الأمل، ولو ما عنا هذا الأمل يمكن ما كنا وصلنا لهون بعد سنين من الظروف الصعبة. ست يسرى، يمكن هلأ كل حدا فينا عم يتابع أنه شو مخبي لي برجي أو السنة كيف مخبيت لنا، ولكن يمكن عم نشوف على الفيسبوك ومواقع والسوشيال ميديا خلينا نقول كل حدا عم يتوقع شيء، وكل حدا عم يقول شيء مختلف عن الثاني. يعني حدا بيقول سنة الحوت، وحدا بيقول سنة مدري شو هيك. فيمكن خلينا نسمع من حضرتك يمكن التوقعات لعام 2018، وعلى أي أساس حضرتك من ضمن هيدا العلم يمكن أنت بتشوفيها من وجهة نظرك؟ هلأ أنا بعرف أنه بقدر ما بتشتغلي، بقدر ما بتأنجي أو بتكون نفسيتك فيها تفاؤل، فيها محبة للآخرين، فيها كذا، بيكون برجك أكيد لامع. أما إذا هلأ في حكوا بعض المختصين أنه السنة للعقرب، بس هل يعقل إذا العقرب قاعد بالبيت رح يكون عنده إنجازات؟ بظن أنه في أكثر الأبراج، كل الأبراج فيها رح يصير فيها مال، رح يصير فيها شيء تحسن مهني، ورح يصير فيها راحة بالعاطفة. حلو، يعني عطيتيهم هلا تفاؤل للكل. اي طبعا في تفاؤل للكل. اكثر شيء لالي للعقرب. هلا العقرب عنده، ما فينا ننكر انه العقرب وسرطان وحوت، بس كمان برجع بقول كمان الاسد والثور، يعني كل واحد من زاوية، يعني ما بدنا نشمل الراحة او المال لبرج معين. نعم، خلينا نبلش باول برج الحمل. منبلش بالحمل، الحمل عنده سنة استثنائية. نحن بنعرف انه الحمل تعب، صار له 7 سنوات تعبان. هلا بتقولي لي القوس كمان كان تعبان، كل الابراج كانت تعبانه، فهي السنه ان شاء الله يكون الحظوظ للكل رائعه. الحمل عنده سنه استثنائيه، عنده اخذ قرارات، راح يعمل على اخذ القرارات الهامه بحياته. دخول زحل والمشتري راح يكون لصالحه، راح يحط رجله على الخطوه، راح ياخذ خطوه اولى، يحط رجله على اول السلم لحتى تتسارع الخطى ويلاقي حاله بمركز مرموق. عنده تغيرات جذريه بحياته كلها، والوضع المهني انا بقول له بيكون في خير، رح تاخذ حصتك حتى لو ما اخذتها من قبل، هلا رح تاخذها. في اتصالات مهمه، في تكثيف لاتصالاته، بتشوفين مجالات الابداع، مجالات الشهره، بده يدخل عالم بده تسلط عليه الاضواء، رح يكون فعلا متطلب ورح ياخذ طلباته فورا. يعني مثلا كيف بيقولوا انه اتمنى كذا فامنيته رح تتحقق ان شاء الله باذن الله. علاقته العاطفية، إذا كان في حدا عنده علاقة عاطفية أنا بقول له في ارتباط قريبا بده يدخل للقفص الذهبي، وإذا كان في تعب بمجال الأسرة فرح يصير في استقرار أكثر. إن شاء الله. البرج الثاني اللي هو الثور. الثور، الثور عنده تعب شوي، عنده 4 شهور تعب، بس أنا برجع بقول له كمان إنه رح يلحقك حظ، رح تعيش الحرية والسلام، عنده شعور بالطمأنينة ورح يمشي بخطوات ثابتة، صحيح شوي شوي، ولكن رح يكون يعني كيف ما يتخطى الأسوار،
يعني بيدرس القرار وبيمشي عليه لحتى ينجح، ما يعني ما يعاند، يتجنب العناد كتير، بده يغير من طبعه هاي السنة، بده يصير عنده روية بكل الأمور. أعماله بده تستقر بالشهر الرابع ومن بعد، بده يصير يجني الأرباح وفي صفقات وتجارة عنده، رح يصير عنده بالتجارة شراكة. أنا بقول له بتمنى منك إنه يكون بالشراكة ورق مشان ما يضيع حقك، لأنه هاي السنة كتير بدهم يكتروا المتطفلين على مواليد برج الثور. رح يستمع لنصائح الكبار بالعمر ورح يرضي كل الناس اللي حواليه، وآخر السنة رح يسدد مستحقات ورح يكون أفضل خلال الأربع شهور الثانية. مواليد الجوزاء هلا عنا؟ كمان في عنا الجوزاء، الجوزاء تعبان شوي، احنا بنشوفه خلال ست شهور الأولى، بتمنى منه ما يتطلع على الماضي، بده يزعج الروتين، رح ينال فرص عن طريق الصدفة تجي، رح يدعمه الفلك بس شوي شوي. المتاعب تنتهي وبيبلش بالمرحلة الحصاد من آذار وما بعد، رح يكون مواعيده دقيقة، عنده المشتري عم يساعده على أثبات وجوده وعلى تحصيل الرزق، يعني بيروح لهون بيجي لهون، ولكنه رح يكون مرزوق، رح يشعر بلذة بكسب الأموال ورح يتجنب الديون. أنا بقول له اعتمد الليونة مع الحبيب، نعرف نحن الجوزاء بيتنقل من زهرة لزهرة، لهيك بقول له أنا أقعد آدمي لأنه حظوظك ما تزينه. لا مو بهي الأصلة. طبعا لا، أنا بحكي على الرجل أكثر من الأنثى. السرطان رح يكون كمان له حصة كبيرة، عامل كسب المال والحياة المهنية بامتياز. نعم. عنده مفاجآت وتغييرات مصيرية، عم يتمتع بنظرة مستقبلية وبنفسية إيجابية، المشتري وزحل عم يجلبوا له الحظ والفرص. عامل السفر بامتياز، رح تلاقيه عم يشتغل هون، عم يحصل على ترقية بالعمل، ما عم يتدارى ويتخبى مثل الأيام الماضية أو السنين الماضية، عم يظهر، عم يدافع عن حاله عن مستقبله. أنا بقول له حافظ على هدوء أعصابك، والعاطفي فيها اضطرابات أول العام بس بيجتازها بسهولة وبينهي العام براحة وارتباط كمان. وارتباط؟ وارتباط. هي لكل مواليد السرطان رفيقتنا. عنا مواليد برج الأسد، أخبار وتغيرات وحلول مادية، إذا كان متدين أنا شايفته عم بيسد دينه، مشاكله المهنية كمان رح يخلص منها، عنده تغيرات جذرية بالحياة الشخصية أكثر ما أنه هي بالعملية، هو ناجح عملياً ولكن بده يحاول يهدي بالأسرة، بده يصعد شوي شوي. حافظ على علاقتك مع الأصدقاء، رح يكون عنده عام الغربلي لبعض الأصدقاء، يعني ما بشوفه انطوائي ولكن في أشخاص جديدة رح يدخلوا على حياته، رح يحصل على شراكة بالعمل، بده يعاني من ضغوطات صحية أول أربع شهور بعدين بيمر بسلام. نعم. وعاطفيا أموره منيحة بطمنه إن شاء الله يا رب. العذراء يعني عنده مهام كتير والمهام بده يقوم فيها، بس بيتعين عليه الحفاظ على أهدافه، بيحط أهداف وبيمشي عليها لحتى ينجح، رح يتكلف بمهمة، رح يركز كل طاقاته على نجاح عمله، علاقاته مع الآخرين رح تكون مميزة، رح يحضر الاجتماعات، رح يتألق بالاجتماعات اللي رح يحضرها، رح يكون عنده حدس قوي، بيتخلص من أعدائه، بيمتلك عقار وبيسيطر على الشريك، وبيكون له حظوظ من الشهر الثاني وما بعد، بس ضغوط بس بناخدها بالشهر الأول. نعم. الميزان عام صعب للنساء وسهل للرجال. سهل. الميزان إنه يعني الميزان هاي أول مرة يمكن بتوقعات تناقض بيكون شيء للذكر غير الأنثى، يمكن هون في مسؤوليات كتير على المرأة الميزان. يعني اللي عندها بيت مثلاً بدها تركز بيتها، اللي عندها شهادات عندها تعب، يعني عندها ضغط. عندها ضغط بس أول ست شهور، ولكن عندها راحة ثاني ست شهور. أكيد لما بتكون مثلاً مركزة على ابنها بتاسع، ابنها بكالوريا، ابنها جامعة، رح ترتاح بالصيف أكثر ما هو الشتاء. نعم. عام صعب لأنه عم يتحمل فوق طاقته، وخاصة في مجال الأسرة، يعني أنا بشوف الأمرأة عم تلبي الطلبات، عم تحاول تسعى أنه هالأسرة أماني برقبتي، مثل أنه شعور بالذنب،
فرح يكون لها حصة كبيرة بالست شهور التانين. رح يبرع بتنفيذ مشروع الرجل أو الأنثى اللي ما عندهم أكيد ضغوط، ورح يثبت وجوده وعنده حصاد بتموز وما بعد، عام للمال لدخول الشركات، عقارات إذا حدا هيك خايف يدخل يجي على سوريا ويدخل بمجال العقارات أنا بقول له تعال وأمورك بخير. العاطفي شوي ينزعج منها ولكن أموره كمان بخير إن شاء الله يا رب. البرج اللي بعده العقرب. العقرب مين العقرب؟ أنا العقرب. تعيش بصفاء كبير، تغيرات إيجابية طيلة العام، من أول ما نجي على أول السنة عندك تغيرات كتير، في حصول على مركز مرموق بالعمل، في تغيرات للأحسن إذا كان رجل ففي ترقي ومناصب، الحظ الأوفر هون المهنة للرجل. وبعدين المرأة كعمل جديد يضاف لعملها، يعني سنة استثنائية للعقرب، عنده تغيرات كتير رائعة. كمان ما بننسى أنه العقرب رح يشعر بثقة من الآخرين لألو، هو أحياناً بيخلق النكد هيك وكذا، رفيقتي ما بتحبني رفيقتي كذا، عنده دفع عائلي كمان. يعني أكثر مواليد العقرب وللإناث يلي ما كان عندهم إنجاب هاي السنة في بشارة أنه في مولود جديد بالعائلة. عاطفياً دخول القفص الذهبي قريباً يلا إن شاء الله إن شاء الله، وعلى الأغلب بالنص الثاني من السنة إن شاء الله. القوس كمان، القوس كان تعبان وأكل مما فيه له الكفاية، عم تدعمه الكواكب وعم يخرج من النفق للنور وللأضواء، عم يحظى بدعم الأصدقاء، في وظيفة جديدة، في حضور اجتماعات، في شيء مناسب لبناء الجسور إذا كان عنده علاقات مقطوعة، إذا كان ما عنده صلة رحم رح نلاقيه رايح جاي، يعني عم يتغنى بتواصله مع الآخرين، عنده حظوظ. هاي السنة مو الحظ بيطرق بابه، هو بيطرق باب الحظ، يعني بده يسعى مشان ينال. أنا بقول له استغل الفرص وانتبه من قيادة السيارة أو الأدوات الحادة، وعاطفياً رح يكون مرتاح أكثر من كل سنوات إن شاء الله. اللي بعده الجدي رح يكون بالصدارة. الأفلاك عم بتحركه بإيد خفية، عم يتقدم بثقة وعم يحصل على سلطة معينة وعم يصعد السلم مسرع. الأعباء اللي كانت تثقل كاهله رح يتخلص منها شوي شوي، وحنكته بتعاطيه بالأمور رح تكون أفضل، المشاكل رح يخلص منها قريبا، ورح يحصل على أرس وحظ بالارتباط، وخاصة العقرب اللي الجدي اللي كان تعبان إذا بيحب إذا كذا ومؤجل، فأكتر الجدي اللي من النساء بعرفهم أو من الرجال كان عندهم مثلا أنهم استنى شوي واستنى شهر واستنى كذا، فراح يصير في استقرار بالعاطفة. الدلو ستكون قادر على تحسين حياتك، بده يدخل بحياته بعض التعديلات، أموره المهنية بخير، في عنده شعبية كتير كبيرة هاي السنة، وفي عنده حد من الخلافات راح يعتمد الليوني. نحن بنعرف إنه الدلو متسرع بردة فعله أو جوابه أو كذا، أنا بقول له انتبه لتصرفاتك، ورح يبقى لبق، رح يعامل الناس أحسن ما كان يعاملهم بالأول، رح يكون محط أنظار الناس، وأموره المهنية رائعة أكثر من رائعة، والمالية في تحسن وفي استقرار بالمال، وعاطفياً رح يجد الحبيب قريباً. نعم. وأخيراً برج الحوت. وأخيراً الحوت، أنا بقول له عليك الالتزام بالعمل وعدم التأجيل، تغيرات عم بتطال حياتك الشخصية أكثر من المهنية، وفي علاقات مع الأصدقاء بده يشتغل عليها وبده يثبت الأصدقاء كشركاء بالحياة له، رح يبدي رأيه ورح يعرف كيف يلعب على عواطف الآخرين لحتى يعرف كيف يداري أموره. في سفر بيحمل سفر لألو للحوت، ويحظى بأصدقاء جدد، وصحياً بيعاني من الإرهاق والتعب، وعاطفياً بده يعيش كمان فترة ضغوط أول السنة بس لكنها بتستقر آخر السنة. نعم.
لكن هي كانوا الابراج ان شاء الله هيك يعني عم نسمع او عم نشوف شيء فيه ايجابيه، شيء فيه بدايات جديده وحظوظ لكل الناس. ان شاء الله هيك يا رب تكون سنه خير على الكل. امين يا رب، وكل شيء بيحبه يتحقق ان شاء الله. اكيد بنتمنى هالسنه يا ليا تكون حظوظ كل السوريين فيها كثير مهمه وتحقق امانيهم. شكرا لكل شيء توقعات حكيتي لنا اياها ولوجودك معنا. جاي من السفر، بنحب ننوه انه جيتي لتشاركينا بالحلقه. شكرا لوجودك معنا، وكل عام وانت بألف خير. شكرا لكم، وفرصه سعيده التقيت فيكم. ان شاء الله كل عام وانتم بخير والبلد بخير. ان شاء الله بينعاد عليكي وعائلتك، وهيك ان شاء الله دائما تبشري العالم بالشيء الايجابي. الحمد لله على السلامه، نورتينا اليوم، وعام ان شاء الله بيحمل كل الصحه والخير لحضرتك. شكرا كثير لك يا رب قريبا. شكرا.